السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد المكتبة. خليني اليوم أسألك سؤال، افتكر ليه أحياناً ما بنقدر نرتقي؟ ليه أحياناً ما بنقدر ننمو؟ ليه أحياناً بنمشي خطوة للأمام نرجع خطوتين للخلف؟ ليه ما بنقدر نعمل التغيير اللي احنا دايرين نعمله في حياتنا؟ ليه ما قادرين ننمو بالطريقة اللي احنا عايزينها؟ لأنه مرة بعد مرة بنحاول نغير السلوك، بنحاول نغير النتيجة، بدل نمشي نغير الأسباب اللي نبع منها السلوك ده، بدل نمشي نغير الفكرة اللي نبعت منها وكان السبب في مجموعة من الأفعال هي السبب النتيجة اللي أنا فيها. عايز أقول لك، لو عايز تعمل أي تغيير ويكون تغيير مستمر، خد في بالك بدل تمشي تحاول مرة بعد مرة تغير السلوك وهو نتيجة، أمشي غير الهوية اللي نبع منها السلوك ده. بدل هويتك، ممكن بعض الناس اللي هويته عن نفسه إنه إنسان عادي، رأيك شنو اتبنيت هوية جديدة مشابهة تماما للسلوك الناجح الدار تصل له؟ رأيك شنو لو مشيت اتبنيت قيم ومعتقدات ملاصقة تماما ومشابهة مع النتيجة الدار تصل لها؟ أنا دائما في الدورات التدريبية بقول للناس، لو عايز تصل لهدف سامي خلي دائما أهدافك ملتصقة تماما مع قيمك ومبادئك الشخصية. كلنا عندنا قيمنا القوية، كلنا عندنا صفاتنا الشخصية. رأيك شنو لو بقت أهدافك عشان تقدر تصليها مرتبطة تماما مع قيمك الشخصية، وده حيخليك تصل بسرعة كبيرة جدا. خليني أقول لك إنك لو داير تعمل تغيير حقيقي في حياتك ويكون تغيير مستمر، خد في بالك دائما إنه بدل تمشي تغير السلوك، أبدأ فتش شنو القيم، شنو القناعات، شنو الهوية النبع منها السلوك ده. إذا مشيت غيرت ديل حتضمن إنه التغيير ده يكون تغيير مستمر، وإنت قادر في أي وقت إنه أي هدف تضعه، أي نتيجة دار تصلها، تخليها ملتصقة تماما مع هويتك، مع قيمك، مع معتقداتك، مع مبادئك الرئيسية، وده حيسمح لك إنك تصل لأي نتيجة. يجب القوة وسعادة. سلام عليكم.